واحد تبعت واحد. يا ساتر. لا لا. السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جاي لكم مقطع فعاليات، فشكرا شكرا شكرا على الدعم في المقاطع اللي راحت من الفعاليات. قبل ما ابدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات اهم شيء. شكرا لكل واحد حط كود شوب في اسل عشان اسوي هالفعاليه، والله العظيم شكرا شكرا شكرا. ويا ليت تحطوا كود شوب وتذكرون نفسكم بكود شوب في اسل، لان السيزن بيبدا وقت ما ينزل هذا الفيديو من بكره راح يبدا السيزن جديد. فاللي يبغى يشتري الباتل باس، يبغى يشتري اي شيء من اليوتيوب شوب، شكرا لك اذا استخدمت كود في اسل، لانه يعني لي كثير والله. حاليات اليوم راح تكون مابات مختلفة عن المابات اللي لعبناها قبل، وكل ماب اللي يفوز فيه راح ياخذ 10 دولار. غالبا بنلعب ما بين الى 3 مابات، يا بيصير توتل 20 يا 30 دولار، كلها من فلوس كود شوب. فشكرا لكم حطيت كود شوب، الله يسعدكم زي ما تسعدوني والله. ونبغى دعم على هذا المقطع عشان نكثر فعاليات. اوكي بسم الله. اول ماب او جن جيم، جن جيم في ماب نيوك تاون. اي يا ساتر الازعاج، يا ساتر. اهلين مسدس خايس. يا ساتر. ليه يا شباب؟ ام ام ممكن؟ ساتر والله. اوه واحد اسمه برو. ب 11 ما شاء الله. وينكم؟ القم، أنا آسف. يا ساتر. أوه وصلت 10، وصلت 10. والله الإيم حقي تعبان جدا. ناس يا القهر. 14 ثاني يكفون. لا لا يعشق والله حرام. المشكلة ما ادري اي سلاح اخر سلاح وش هو. واحد تبعت واحد. يا ساتر يا ساتر. يا الله بسرعة اللي تطلع لهنا بسرعة. يا الله قهر 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 والله. في واحد معرق معنا، قطع شكل بليز وقفوا لي. طيب يا الاول الاول والله سنايبر رخيص. وش السنايبر اللي معي؟ لا ما تخش في وجهي زي كذا، ما تخش في وجهي. والله الماب رهيب اقسم بالله رهيب. انا ايش كان معي سلاح؟ سنايبر نفسه؟ هذا درجنوف ما ادري وشو. والله ما شفته. والله ما في الا قوة رش. في اثنين فوقي اتوقع 30 قتلة اخر شيء. تكفى لا تكفى لا. اعوذ بالله. يا الله قهر قهر. في اثنين اثنين معي نفس القتلات. لازم افوز لازم افوز. والله حرام والله حرام والله حرام. اي الله اعطاني سنايبر من ورا. يا الله معي واحد تكفى. يا رب يا كريم. يا ليل السنايبر. لا فاز اول جيم برو فينوم.
اوكي اصلا عادي. طبعا هنا جربنا انواع العاب ثانيه او مبات ثانيه، لكن صارت فيها مشكله ان السكور ما يحسبه صح. فالالعاب كانت ممتعه للامانه، لكن صارت مشاكل فما نقدر نحدد الفائز. فحولنا على الماب اللي قبل اللي كنا نلعب فيه، الفعاليتين اللي قبل كلها صارنا فيه تكرار، لكن ممتع ومنظم وتقدر تطالع فيه سكور تجمع في النهايه عشان يطلع لك الفائز في كل الراوندات او المجموع. فللاسف جربنا ثلاث مبات، مابين كانوا سيئين من ناحيه اللعب، وماب مثل ما تشوفون هذا حق الالوان ما الوان كان رهيب لكن ما يجمع سكور. ما ادري المشكله كانت فيه، قعدنا حوالي ساعه وشوي عشان نسجل هذا المقطع، فاعذروني. لا هذا يقول لك اذا مشى على قدام يمين وزي كذا. هلا بالنقطه، حلو. انا ما ابغى اركز الا على شيئين، تاخرت فيها هذه. والله حرام جبتها يا اخي. يمين يمين يمين، تكفون اعطونا نقاط قدام يمين تكفون. لا اوكي نور فازت، جي نور فازت فور راوند جي. والله فرق سكور ثلاثة بس قهر. هذا وش نسيتها؟ ستاندنك. اوه نسيت الانفنتوري، نسيت الانفنتوري. لازم توقف نفس الانفنتوري حقك بالضبط. والله نسيته يا الله، والله قهر. واحد يموت يا شباب. اوكي واحد مات، اثنين ماتوا، باقي ثلاثة. وات؟ اوكي باقي نور مين؟ باقي نور مين؟ يلا ما بقي شيء. اوكي معرق اللي معها. جي امبكس هذا تو خاش قبل شوي. ساتر اصوات، أعوذ بالله الأصوات، لا إله إلا الله. فزت أنا يس يس يا العرق. والله مسكت منطقة بس كذا خلاص، لا تحرك لا يمين ولا يسار. أوكي هذه ال يا ساتر، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. لا طيح شوي، أبغى يخف العدد بس. لا 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 هدي هدي هدي. وين ذا؟ لا اعوذ بالله، كم معي واحد انا؟ لا مين فاز؟ نور ايش فيه؟ فرق سكور واحد، فرق سكور واحد. والله عرق عرق. هذا اللي توقف فوق اتوقع. كفر 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 يا شباب. اي 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 اعطوني مكان. اوكي بعده. اوكي مع ثلج الحين. اوكي تعطوني مكان شوي. جي يا الله، واحد قاعد يبلكني مين يا اخي؟ ليه يا اخي؟ جي زي اللي صار لي بالضبط يا السمكه. انا اقول جي لكم، ترى في ثنتين ما شاء الله على الحظ. والله يلحق، والله يلحق. اوكي جي انا اقول جي. اوكي والله جي باقي اثنين، باقي اثنين. ال اي 66 جي يو ماتوا كلهم مع بعض. مين فاز؟ نور فازت. يا الله ما شاء الله على الحظ، ما شاء الله على الحظ، اقسم بالله ما شاء الله. هذه تنطر لما يجي دورك تتقدم بس. تكفى لا 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 يسترعي الزون، الحين بيحطني مره ثانيه. لا يا اخي اشتغل علي الزون، طعم الحاله. جي يدو يدو. والله حظك مخيس، والله حظك مخيس. اوكي جي بعد انت نطب فوقها. جي ثانيه واحده ما يمدي. لعبي العرق، بيحطك مره ثانيه، بيحطك مره ثانيه. يروح جي مين فاز؟ اخر راوند. لا لا ما تبلكوني، لا 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 ما تبلكوني، لا لا تبلك، تكفى تكفون. يا ساتر يا ساتر يا الزحمة، والله ما يمديني انزل في الموية، اعوذ بالله. كيف وصلني؟ ياها طعم القهر. والله شكلهم بيفوزون علي. جي اهلين. نشبة نشبت نشبة خايسة. اوكي في واحد فاز اتوقع وبيفوز. يا ساتر والله يا زحمة هنا بالعادة، يمديني الحق. اوكي مين فاز؟ سكن السمكة؟ مين؟
اوكي، نور الاولى ب 73 نقطه وانا الثاني ب 69 نقطه، الثالث محمد. فمبروك نور، $10. وبس هذه كانت فعاليات اليوم. صراحه تعبنا عشان ندور مابات، لكن ما في افضل من ذا الماب. لعبنا مابات مختلفه، ما في ماب كويس صراحه، فاعتذر على التكرار وكذا. بس يعني فبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم. زي ما قلت لكم، تبون اكثر فعاليات كل عليكم حطوا كود شوب VSL. حرفيا المبلغ اللي يجي من كود شوب اخذ منه احطه هنا بالفعاليات، فاللي يفوز يفوز. وبحاول اني اكثر فعاليات الفتره الجايه، لكن اللي ابغى دعمكم في المقطع ودعمكم في كود شوب. الله يسعدكم جميعا. وبس هذا كان مقطع اليوم، اشوفكم على خير، سلام.